انت عارف يا باشا انا ماليش في الاعلام. اشارك في قنوات بيزنس ممكن، لكن ما اطلعش قدام الكاميرا. البركه فيك يا باشا، قول اللي انت عايزه، احنا في المظبوط. لا 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 ما تقلقش، انا هكلم مذيع البرنامج ده حبيبنا، انا مشغل له الجورنال بتاعه بفلوسي. اوكي يا باشا، اوكي، مع الف سلامه. شغل المزيكا يا ابني. انا جاي لكم اهو يا معلم درغام وبنفسي. يا رجولة يا قاطع طريق يا راجل يا كمل، علشان اعزمك على فرح الليلات. الف مبروك يا صوتين. لا ما ينفعش تتقال هنا، انا عايزكم كلكم كده، كلكم تيجوا عندي تبارك لي وتاخدوا واجبكم، وربنا بقى يقدم ما في الخير. والله يصعب عليا مجيتك يا صوتين، انت عارف انا راجل صعيدي وصاحب واجب، بس الليله دي فعلا انا عندي ظروف مش هقدر اجي. لا والنبي ابوس ايدك يا معلم درغام، ده كده الليله كلها تبوظ. ايه دي اللي تبوظ؟ ها ما انا قصدي يعني يا معلم درغام، ما ينفعش اتجوز والمعلم درغام كبير الحراميه، الراجل الكمل اللي معلم على اهل البلد كلهم، ما يحضرش فرحي. بس يا استاذ فطين. ما بسش يا معلم درغام، طب عليا الطلاق بالتلاتة، لو ما جيت ما انا متجوز. لا يا عم فطين، ما يرضينيش تطلق الولية قبل ما تتجوز. حاضر، هجيلك ورقتك واعمل معاك الواجب يا عم. بس مش لوحدك، انا عايزكم كلكم بربطة ملك الغابة الريس درغام. ماشي يا فيل انت والديب والثعلب. طب وانا يا استاذ فطين مش معزوم في الفرح ده ولا ايه؟ ازاي يا جحش؟ هي الليلة هتكمل ولا هتحلو ان شاء الله الا بيك. بقولك يا صوتين، طب والراجل اللي جلسته بكره نعمل فيه ايه؟ ما تقلقش براءة يا معلم درغام، ده الحمار ده اخويا. انا بس ان شاء الله اخلص ليلتي ومن الصباحية هتلاقيني في المحكمة. هو انا عندي اعز من الحمار؟ سوري يا صفوت باشا، زياد بيدخل لي بره في انتظار امر سعادتك. دخله، ما تدخلش حد علينا. اتفضل. امر سعادتك. اتفضل. اتفضل يا زياد باشا، اتفضل. مساء الخير يا صفوت بيك. اهلا يا زياد باشا، اهلا. اتفضل. ندخل في الموضوع على طول علشان وقتي ووقتك. 100,000 جنيه في الشهر كويس؟ 100,000 جنيه يا بيه، أنا ورايا بقى مفتوحة قد كده، وبعدين الموضوع مش قليل برضه. بص بقى يا زياد باشا، أنت عارف إن الشغل بتاعي مشاركني فيه نص اللي ماسكين البلد دي، سواء بمزاجي ولا غصب عني، ما أقدرش أقول لأ، لأن الدنيا مصالح، وأظن إن الملف بتاعي اللي عندكم بيقول إن أنا ابتديت من الصفر. من أيام ما كنت ساكن في الدرب الأحمر. الدرب الأحمر يعني أنا ابن بلد وذكي وفاهم كويس البلد دي بتمشي إزاي. ما كنتش وصلت للي أنت فيه يا باشا. أكمل كلامي وخلينا صراحة، أنت واقع في إيدك ورق يخصني بخصوص غسيل أموال بمبلغ مش ملايين. 250 مليون جنيه يا باشا. وأنا مش هنكر ولا ده يخصني، يخص رجال أعمال كبار في البلد دي. أنا عارف إنك دورت ورايا كويس. طب وإيه اللي مخليك متأكد كده؟ وجودك عندي واضح إنك ذكي وبتحب الفلوس، باين في عينيك، وأنا برضو عارف عنك كل حاجة. لكن ما علينا، أكيد لما دورت ورايا لقيت صفقات فساد في البورصة، قمح مضروب، حاجات سفلة وقذرة، صح؟ بصراحة باشا أنا مبهور من صراحتك. وبصراحة أنا مبهور بوقاحتك يا زياد باشا. أنا عارف إنك أنت جاي تساومني وعايز تطلع بأكبر مكسب ممكن،
اصل الوساخه والقذاره اللي جواك مطمعات جامد اوي. قلت لروحك الكل بينهب اشمعنى ما انهبش انا؟ اهي فرصه جت عشان اقب على وش الدنيا، صح؟ تصدق يا باشا كانك قاعد جوا دماغي ومربع وشايفني بفكر ازاي؟ في حقيقه يا زياد باشا لازم تعرفها، لو اي باب هيتفتح هيفتح عليك بواب جهنم قبل ما يفتح عليا. انا قاري الجيم كويس. شوف يا زياد باشا، اللي ماسكين البلد دي عقارب، وكل عقرب وليه جحر، والجحور دي منفذه على بعض. لو فكرت تقرب من جحر واحد العقارب التانيه هتلدغك. من مصلحتك يا زياد باشا انك تحرس الجحور دي الا اذا كنت عايز تتلدغ. لا يا باشا، اتلدغ ايه؟ كله الا لدغ العقارب. وبعدين الحراسه دي اصلا شغلتي. انا مش طماع يا باشا، انا مش طماع. انا كل اللي عايزه جحر صغير واعيش جنبكم، احميكوا وتحموني واعيش انا كمان. يبقى زي ما اتفقنا يا زياد باشا، 100,000 جنيه في الشهر و10% زياده في السنه زي قوانين السوق. ماشي يا باشا، مع انه قليل. وتسلمني الورقه اللي عندك. اوكي يا باشا. طب انا اسيبك لشغلك. ماشي، وحمدي بره هيخلص كل حاجه. مع السلامه يا زياد باشا. مع السلامه يا صفوت بيه. ايوه ايوه، حاضر 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 يا عم المستعجل، ما تصبر يا ابن الحاوي. ترك حبيب اخويا، اتفضل بيتك ومطرحك. ايه ده، انا لمؤاخذه جيت في وقت غلط انا؟ ها لا. دي حاجه صغيره كده، وبعدين انت عمرك ما تيجي غلط، انت طول عمرك بتيجي صح يا ميشو. انا همشي بقى يا ترك، لحسن فعلا ما بقتش شايفه قدامي. ازيك يا متيحه؟ ميشو ازيك يا ولا حلاوته. انت تعرف تيحة اكاديمي؟ لا يبقى انت كده عديت. بس انت يا بت مية مية، يعني ما بتفوتيش دقيقة. ادعي لي يا ميشو الاقي اللي اتجوزه وارتاح من هدة الحلجي بقى يا اخويا. يلا يا اختي، يلا. سلام يا حبيبي. سلام يا اللي هدى حيلي. يلا سلام. تبي تسلميلي على امك يا تيحة؟ مجتهدة قوي وفاهمة شغلها، بس حظها قليل. اللي عندهم ضمير بقوا قليلين يا تركي. اه على رايك، اقعد يا اخويا بيتك ومطرحك. شقتك دي؟ شقتي؟ يا ريت. دي شقه مفروشه كده واخدها عشان المزاج العالي، ما انت عارف يا ميشو. خرجت امتى؟ من ساعتين يا اخويا بكفاله، الهي يقطم وسطهم زي ما قطم وسطي. تركي انا قصدك في خدمه. رقبت يا اخويا. الكب بتاع الحكر اللي كان شغال مع رشدي الطوخي؟ أنا عايزه. لا، أفهم الأول. ليه يا ترى عنده؟ قال لي بصل معاك؟ حرمني من صاحب كلت عيش وملح معاه. البوليس دلوقتي قلب الدنيا عليه، أنا بقى عايز أوصل له قبل ما البوليس يوصل له. معاك عربية؟ ايوه يا مامي حبيبتي. خلاص انا راجعه في الطريق اهو، خلصت عيد ميلاد جيجي وجاي. لا ما اتبسطتش قوي يعني، انا قلت اجي اكمل السهره معاكي يا حبيبتي. ايه ده، في ايه؟ ايوه يا مامي انا مش فاهمه حاجه، في ناس فجاه هجموا عليا كده. مامي الحقيني يا مامي، مش عارفه حاجه، الحقيني يا مامي. مامي الحقيني يا مامي، انا مش فاهمه حاجه. مامي في ايه بس؟ بيقول لي لحم بر، شوف الدنيا بقت ازاي يا حمدي، عنتر اللي انا عملته بيقول لي لحم بر. بس انا متاكد يا سعاده الباشا ان هو هيوافق على كل طلبات سعادتك. صفوت صفوت صفوت، بنتي يا صفوت، بنتي صفوت صفوت. في ايه يا اسماء؟ بنتي اتخطبت يا صفوت. ايه؟ مين اللي خطب؟ بتسالني؟ بقول لك البنت اتخطفت.
اهدي يا أسماء وفهميني. كانت بتكلمني في الموبايل وكانت في عربيتها وكانت بتقولي يا أمو أنا جاية أنا جاية على البيت، وفجأة بتصرخ بتقول أنتوا مين؟ عايزين مني إيه؟ والخط اتقطع، كلمتها كذا مرة ما ردتش عليا. طيب اهدي وأنا هتصرف. صفوت بنتي لو جرى لها حاجة عمري ما هسامحك. سيبينا يا أسماء سيبينا. حمدي تحت أمر سعادتك يا باشا. أنا شامم ريحة عنتر الوسخة، اتصل برشدي وخليه يفهم الحكاية. لو طلع عنتر ورا الموضوع ده محدش يتصرف في أي حاجة قبل ما يكلمني. مش عايز البوليس يتدخل ولا الصحافة تعرف. أوكي يا حمدي؟ أمر سعادتك يا باشا. مع السلامة. ما تفهمني يا تركي، مصلحة ايه دي؟ انزل بس وانت هتفهم عظيم. انزل اروح فين يا تركي؟ ما تلغيه ليه انت وتلخصلي؟ شايف الباشا اللي هناك ده؟ ده بقى اللي هيقابيك ويلخصلك ويدلعك ويظبطلك كل حاجة، بس انت انزل ونشوف اخرتها معاك. اخرتها فل ان شاء الله يا كابتن. بلغني انك عايز الكبو يا باشا. الكبو تحت عمرك بس قريني. الحاوي قتلت بندق ليه؟ انا ما قصدتش اقتله يا حاوي، انا كنت طول عمرك غدار يا كبو. ابوس ايديك يا حاوي، حقك عليا وحق بندق عندي، واللي هتقول عليه هعمله. يبقى تروح له تقول له حقك عليا. اروح له؟ اروح له فين يا حاوي؟ هناك مطرح ما وديته. ابو سيدك يا حاوي ما تموتنيش، مش عايز اموت. اقعدي بقى انت فتحي، وحطي لي ورقتين من النعناع الاخضر ده في الشاي، وهاتي لي السمسميه عشان نسلطن زي زمان. فاكره يا بنت فتحي؟ الا فاكره، وهي دي ايام تتنسي؟ طب ده كانوا كل اهل المنطقه يستنوا يوم الخميس دون عشان خاطر يجوا عندنا ويفضلوا يلغوا 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 ويشربوا في شاي ويقعدوا يسمعوا الغنى عشان ينسوا هم الاسبوع كله. بس هنقول ايه بقى؟ ربنا ينتقم منه اللي كان السبب وخلينا نسيب بلدنا واهلنا وناسنا. ربنا موجود يا بنتي. اللي قولي يا توح. نعم يا روح توح. ينفع كده واحده قليله البخت زيي تقابل واحد قليل البخت زيها، يوم البخت يتعدل لهم ويتجوزوا ويجيبوا عيال مش قليلات البخت زيهم؟ انت بتضحك يا توحه. طبعا بضحك يا بنت توح، عشان انت بختك زي الفل. هيك من الدنيا زرجنت معاكي شويه وديتك اللي اسمه زكي ده، يبقى خلاص. بتفكرني ليه؟ الله يرحمك يا امه، ربنا يريحك. وما شفتيش الاشكال النتنه دي؟ عارف يا بابا، انا كل ما افتكر اني اتجوزت زفت البرك اللي اسمه زكي ده اقول كده خلاص خلصت على الاخر، وانا مش هشوف دنيا تاني. اقعد اقول لنفسي اهو اقفلها عليك يا دنيا بقفل مصدي، يكش يا رب يتقفل عليه باب ويكون من غير اكره ويتزنق كده هوك، يفضل يفلفص كده هوك ما يعرفش يخرج. كنت عبيطه، ده ربنا محوش لك الخير والسعد كله، وبكره تشوفي وتقولي توحه قال. يا توحه، تفتكر هيجي يوم البس فيه الفستان الابيض والطرحه ويبقى عريسي كده جنبي مسلم مزمز وتفاحيه وحلاوه طحنيه تتلهت كده بالقشطه؟ وانا بقى ايه؟ هانجزك كده وامشي معاكي ومش هسيبك غير في ايد عريسك. يا توحه، ويكون عريسي بقى ده
قمر بدر منور في البدلة ويقول لي مادام تسمحي لي بالرقصة دي؟ ربنا يسعد وقتك يا بنتي في حق جهنك يا رب. الفرح يا فاطين يا غالي، جاتلك عروسة قطر من بيت أصيل عالي، زغروطة وسمعت غاية يا حبايب انشرح ليها بال. أنا قلت عبالكم زي فاطين وقطري وعقبالي. الله اتنيلي بقى على ميلتك يا قطر. بقولك ايه، ما توترنيش اكتر ما انا متوتر. مجوش ليه لغايه دلوقتي؟ هما مين اللي مجوش يا فاطر؟ اسكتي يا قطر بقى، ابوس ايدك اسكتي. طب بوس، حسسني كده ان احنا كتبنا كتب الكتاب واتجوزنا بقى. اهو اسكتي بقى. طب مش هتلبسني الشبكة؟ شبكة ايه يا امو؟ شبكة شبكة ايه؟ ما خلاص فلوس الشبكة سلقت وملت خدوها. اسكتي بقى يا قطر اسكتي. خد يا عريس لبس الشبكة.
حقك على راستك. ايه دي يا حماتي؟ ايه يا سيد العرسان؟ الذهب بتاعي لبسه لعروستك علشان ما نتفضحش. انا لا اقبل. تقبل ما تقبلش هتلبسها الشبكه ولا اخد البت وامشي. طب والدخله يا حماتي والفرح؟ ايه ادخل يا اخويا على نفسك ولا على روحك؟ خلاص يا فاطين ابني اسمع الكلام عشان الليلة تعدي. ماشي يا عم عزوز عشان خاطرك انت بس. هات يا اختي صباعك. القوة تجهز وتستنى مني اشارة الهجوم. ما ترد يا فاطين، انت بتعمل ايه دلوقتي يعني؟ يما عيني. ايوه يا ابني في ايه؟ فين الشهر هتعمله ده يما؟ شكلها هتفضحنا كده يا ابني. يا مزيكاتي سمعني احلى سلام لعروسة الليلة. مع انها ما سمعتش الكلام وبوظت شكلي العين. ايوه يا حمدي وصلت العربيه تشيري وتاكدت انه عنتر. يعني زي ما توقعت. ما تعملش اي حاجه غير لما اقول لك. مع السلامه. الو يا صفوت باشا، التليفون نور والله، سنين ما اتصلتش. طلباتك يا عنتر. الشحنه تخرج من المينا يا صفوت، وبعد كده اقول لك اللي انا عاوزه. ماشي يا عنتر، بس شيري بنتي تبقى عندي هنا وحالا. طول عمرك شاطر يا صفوت. عنتر بنتي خارج اللعب. بنتك في الحفظ والصون، بتتخدم خدمه خمس نجوم، محدش يقدر يمسها طول ما انت عاقل وهادي وبتسمع الكلام. من الاخر عايز ايه يا عنتر؟ هتعرف لما تجيلي بكره الريستوران بتاعي، هقول لك على كل حاجه انا عاوزها. انا عارف انت مش هتنام من دلوقتي لحد بكره عشان شيري، بس صدقني انا بعمل كده عشان ما تتهورش وتعمل حاجه ترجع تندم عليها. مستنيك يا صفوت باشا. سلام. يا مانا عروستنا دي محبه وشجرة، نجيله لما نروح بيتنا الحب لحيده يا فاطين. انت يا مانا عروستنا دي محبه وشجرة، نجيله لما نروح بيتنا الحب. سامع عوص
سمعوس سلام كبير قوي للرئيس درغام اللي وصل من دلوقتي ورجالته. والله يا رئيس درغام انت والرجال اللي شرفتونا دلوقتي انا كنت هزعل قوي لو ما جيتوش. سلام كبير قوي. يعني الرئيس درغام كبير البلطجيه والحراميه اللي على حق، الحراميه اللي بيسرقونا نهارا نهارا، اللي شرفونا دلوقتي حالا اهو هيشرفونا. سلام كبير. شرفونا السلام ده ما ينفعنيش، عايز سلام كبير قوي ده اصدر غام ورجالته. والله يا عبد الكريم يا فاطين. فهمت ان درغام وصل هو ورجالته كلهم. اجهز انت واديني اشاره الهجوم اول ما الجو يبقى تمام عندك. يلا القوه كلها تجهز حوالين الصوان وتستنى مني اشاره الهجوم. منور يا ريس درغام، والله منورين يا رجاله. يما ايوه يا فاطين يا ابني، هات بقى الشربات. ها والدريلك في حته. الدره ليه يا ابني؟ في ايه؟ افهمك بعدين يما، هات الشربات بقى. حاضر حاضر يا ابني. شربات العرايس مع تقهوش. في ايه يام؟ يظهر العيال سهوني وشربوا الشربات. العيال سهوني وشربوا الشربات؟ يام اتصرفي في اي حاجه، في جاز، في بلا ازرق، المهم دلوقتي لازم اشرب قطر بسرعه. حاضر حاضر يا ابني. وادي يا بسكليته تعالى. اموريني يا ست غاليه. يا غاليه اتصرف لي في كوبايتين شربات بسرعه. يوه ما قلتيش ليه من بدري يا ام فاطين؟ اخر جردل دلقته في بق المعلم درغام. يا دي النيله، امال ايه اللي في ايدك ده؟ دي قهوة مظبوط للمعلم درغام عشان يحبس. ينيله المعلم درغام ده. روح فطين. نعم ياما. القهوة دي تنفع؟ تنفع ياما أي حاجة، المهم دلوقتي لازم أشرب قطر قبل ما يمشوا. هاتي ده، إيه الغلب ده يا ربي؟ اشربي يا قطر يا حبيبتي. إيه ده يا فطين، هتشربني قهوة؟ اللي موجود يا قطر بقى، ها ما تتنحيش. اشربي اشربي. أنا بشربها أهو، بشربها أهو يا ناس، بشربها يا ناس. سالي نفسك يا درغام، انت ورجالتك ما حدش حرك مكانه. الله اكبر. عزوز. انا مين؟ انا فطين. بقول لك عم عزوز، هو ايه اللي حصل؟ والله ما انا عارف يا فطين يا ابني، كل اللي انا فاكره ان انت كنت تقول الله اكبر، وبعد كده انا ما ادريتش بحاجه. وانا عم عزوز اخر حاجه شفتها اخيرا لما جعله خير كده كرسي طاير حاير في الهواء، وبعدها ما ادريتش بحاجه. هو احنا فين والكراسي دي كلها مع عزوز؟ ومش النهارده كان فرحك باين؟ ايه ده فرح؟ انا على مين؟ نعم اخويا، على مين؟ على قطر بنتي. صح، قطر ادم البقلاوه. فرح؟ امال فين امي؟ امي فين؟ وفين المعازيم؟ مش كان في معازيم هنا عم عزوز؟ بسم الله ما شاء الله، كان الفرح معازيمه كتير قوي. يا
شهر واحد فين؟ ايه ده؟ شهر اختفت. الحمد لله الحمد لله. ألف مبروك يا عم عزوز. الله يبارك فيك. بقول لك يا عم عزوز، لو ما فيهاش يعني ساءة أدب مني، ما شفتش رجلي؟ رجلك؟ لا الصراحة ما شفتهاش، بس تقريبا حاسس بيها. طب أنت متأكد؟ أصل أنا مش حاسس بيها خالص. لا هو أنا مش متأكد إنها رجلك. لا لا لا، بس هي رجل، هي رجل. طبعا معزوز، ألاقيش بق ماي معاك لحسن ريه ناشف. لا والله بق ماي لا، لأن أنا نسيت الزمزمية في الشغل.